اهلا بيكم في قناه فادي فير صوت منوعات. الهامسترات اللي قلت لكم ان تيا ولدت احب اوريها لكم ومع عيالهم اهو. انا حطيتها مع الذكر بس عشان اوري لكم العيال عشان هي بتعض طبعا، بس انا بمسكها بحذر، فانا قلت اسيبها بس عشان اوريكم الفيديو. بسم الله ما شاء الله. هو في واحد اختفى فيهم بصراحه من يوم لما انا صورت اخر فيديو لما كانوا اتولدوا. بسم الله ما شاء الله كبروا اهم. هاخدهم السرير بتاعي واوريه لكم. انا حبيت اوريه لكم بس في مكان كده واضح. هما التلاتة اهم، هوريكم برضو ازاي تعرفوهم ذكر وانتهى. هما صغيرين بيبقوا اسهل، ما شاء الله كبروا خالص. يعني نتايه، بصوا النتايه بتبقى عامله ازاي. الذكر مش بيبقى فيه صدر كده، هو في ذكر اهو. بصوا الذكر ما فيهوش اي حاجه، فيهوش صدر كده. بتعرف انت هما ما شاء الله نتايتين وذكر. طبعا انا جبت نتايه تانية هوريها لكم، وحامل ان شاء الله هتولد. دي نتايه اهي لسه كانت مع الذكر، بس لازم تعزل الذكر لما هي تيجي تولد علشان هو ما يموتش العيال او هي تموته. بسم الله ما شاء الله حامل هي وعملت العش ومش عارف ولدت، بس هي لسه ما شاء الله تمام. انتظروا ان شاء الله بعد بكره الجمعه هصور لكم الفيديو في السوق زي ما انا قلت لكم وعدتكم تمام. وما تنساش لو عجب الفيديو تدوس لايك واشتراك في القناه. طبعا انا بعمل فيديو معلش عشان هو الفيديو يبقى قصير شويه. ده بيطلع بره العش اهو، بيطلع بره العش، بس ان شاء الله الفيديوهات التانية هتبقى احسن من كده بيانا. ارجع هند اهو. بصوا هي عامله لهم العش من كل حاجه ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.